أكيد الحين بنتعرف أكثر عن شهر القراءة والفعاليات المتعلقة بشهر القراءة من خلال لقائنا مع الأستاذ ياسر القرقاوي مدير إدارة البرامج والشركات بمكتب وزير التسامح. صبحك الله بالخير أستاذ ياسر. صبحت الله بالخير والنور والسرور أستاذ سماح. حقيقة يعني جهودكم مشكورة في هذا المجال، مجال تنوير الناس، ويعني نحن مثل ما نقول نعيد الكثير من الأمور إلى نصابها، وما في شيء رجعنا يعني إلى العقل السليم والتفكير بشكل سليم إلا القراءة السليمة سيدتي. أكيد في بداية الحلقة كنت تقول الإنسان اللي ما يقرأ وما يطلع وما يتثقف ويأخذ من كل بستان زهرة عمره ما بيتغير، يعني حتى هو شخص على صعيد الشخصي لا بيتغير ولا بيتطور، بيتم مثل ما نقول محلك سر لأنه ما عنده أبديت حق عمره حقيقة. صحيح. وخلينا نتكلم عن شغلة ثانية بس تسمحي لي، اللي هي فكرة اللي هي جودة ما نقرأ، لأن قد يقرأ الإنسان أشياء يعني تضر في ناس مع الأسف الشديد يعني لا يعرفون كيف ينتقون أو يختارون الكتاب المناسب أو الكتاب الجيد. بمعنى نحن عندما نتحدث عن مثلا المعلومات أو الحقائق في هذا الكون، الحقائق طبعا غير قابلة للتغير ولا للتبديل أو كذا، فلازم الواحد فينا يروح يرجع للكتب اللي هي فعلا يعني منقحة ومقروءة وكذا. ونحن الحمد لله في دولة الإمارات عندنا سابقا كان في شيء اسمه المجلس الوطني للإعلام اللي هو انضم إلى وزارة الثقافة والشباب الآن، فعندهم قسم رقابي جيد بحيث أن يتابع هذه الكتب نوعيتها ويصنفها بشكل جيد وفي التصنيف المناسب لها، بحيث أن لما تكون مطروحة في الأسواق تكون مطروحة نحن يعني ككبار أو حتى أولادنا يمثلون يشترون هناك ما يشترون كتب فيها معلومات خاطئة. صحيح. وهذا كثير مهم. من الأهمية أيضا أن نحن يعني نؤكد على موضوع أن هذا الكتاب هذا يناسبني أم لا يناسبني. بمعنى نحن مثلا في وزارة التسامح والتعايش أطلقنا مشروع بعنوان الألف عمل إبداعي في طبعا في مجالات التسامح والأخوة الإنسانية. هل معناته أن ما في أعمال إبداعية كثيرة موجودة؟ لا موجودة، بس مع الأسف كثير يعني اللي موجودة الغطو والسمين على ما يسمونه. فنحن شو نبحث؟ نبحث على كل ما هو إبداعي وجديد ومختلف، ولكن في نفس الوقت بما لا يتعارض مع عاداتنا العربية الأصيلة، بما لا يتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف، بما لا يتعارض مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، بما لا يتعارض مع فكر الشيخ زايد رحمة الله عليه. صحيح. لأن أيضا الكل يعلم أن المتطرفين من أين يعني جاءوا، سواء المتطرفين في الجانب الفكري ولا في الجانب الديني ولا في الجانب الحقوقي ولا غيره من الجوانب، إلا من التغذية الغير سليمة إلى الدماغ. يعني أن الواحد فينا لما يغذي هذا الدماغ، واليوم يعني السوشيال ميديا مثال كثير ممتاز، أنا أتكلم كمثال ممتاز، أن هذا يغذي الدماغ بطاقة سلبية أكثر من الطاقة الإيجابية في كثير من الأحيان، إلا إذا كان الشخص فعلا واعي ويعرف ينتقل كل كذا. يعني تعرفين الفضول يذبح الإنسان. أيوه. الإنسان يشوف كل شيء، يبغى يسمع كل شيء. صحيح. وفي ناس شيء. تقول لك مثلا هي تكون تعرف أن هالشيء مو مناسب أو مو بزين، يقول لك لا ترى أنا مستحيل أتأثر بهالأشياء، أنا عارف أن لكن أنا بقرأ وأشوف شو تفكيرهم، سبحان الله مشى في هذا. أو يشوفها من باب الفضول، لأن تعرف كل ممنوع مرغوب. يعني. فبس عندها الفضول إلا أشوف إلا كذا. مشكلة كثرة يعني الكثرة إذا زاد أي شيء يزيد عن حده يعني ينقلب إلى ضده، إذا شاف مرة ومرتين وثلاث وأربع بعدها يبدأ الوسواس يعني اللي رب العالمين يعني حذرنا منه في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يبدأ الإنسان بعدين يعني يتساءل من الداخل، يشكك في كل شيء. فالمهم نرجع إلى طاقتنا الجميلة اللي حكومتنا الجميلة توجهنا لها، هي القراءة. القراءة طاقة حلوة، تفاعل جميل ما بين الإنسان وكذا. يعني الكل يعلم الآية القرآنية، أول آية يعني نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي اقرأ 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 يا محمد بهذه يعني اقرأ هذه الدنيا بما فيها. القرآن الكريم شو هو؟ عبارة عن يعني نسميها تعليمات ربانية إلى نحن، بحيث أنها يعني تعيد الإنسان إلى الخط السليم في حياته. يعني هو طبعا سيد الكتب كلها القرآن الكريم. بالإضافة إلى ذلك نرجع نقول كل الكتب العلمية، الكتب الجميلة، الكتب اللي دولة الإمارات كلها يعني طبعتها ولا زالت تطبع. نحن الحمد لله نفاخر يعني ونفتخر يعني بهذه الدولة الرائعة الجميلة. والله مش مجاملة، لست لأن أنا موظف
في دولة، أما أن تقوم مثلا يعني إمارة مثل إمارة الشارقة بمعرض كتاب رائع جميل، نصير نشوف في كتب من كل الدنيا، وأرجع أقول كتب يعني خلاص التي تم تنقيحها لنظفوها لتم اختيار الجيد وخلوا الغير جيد في مكان آخر، يعني هذاك للباحثين والمطلعين في بعض المجالات، أما نحن الـ يعني كالقارئ العادي بالعكس الروايات الجميلة موجودة، المسابقات موجودة، مسابقات يعني اللي هي سواء كانت المقترنة بأسماء الشيوخ أو المؤسسات الثقافية الجميلة أو المؤسسات الإعلامية الجبار، والله نحن عايشين في نعم، نقول الحمد لله رب العالمين. عندنا معرض الشارجة للكتاب، وعندنا أيضا معرض أبوظبي، لكن أكيد توقف في المعرض في 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 أزمة كورونا. تماما. في إمارة دبي الشيخة عندنا مهرجان الإمارات للآداب، مهرجان الإمارات للآداب القائم عليه السيدة إيزابيل بالهول، يعني من أجمل وأفضل المهرجانات من غير مبالغة في الشرق الأوسط. أنا شخصيا كنت يعني بحكم وظيفتي كنت ألف على كثير من المهرجانات الأدبية في المجال الأدبي، اللي هي طبعا معنية بالقراءة والمعنية بمجال الفكر والتعليم وما إلى ذلك. والله من غير مبالغة من أفضل المهرجانات، يعني ممكن أي واحد يدخل على الجوجل ويشوف الجوائز اللي حصل عليها هذا المهرجان، الأسماء أيضا اللي تم استضافتها في هذا المهرجان، تكلم عن أسماء مهمة جدا، حاصل على جوائز مثل جائزة نوبل، حاصل على جوائز مثل جوائز البوكر، حاصل على جوائز يعني سواء محلية عربية عالمية. برجع على وزارة التسامح إذا تسمحي لي تري على السريع، أنا لما أطلق معالي الشيخ نهيان قبل سنتين مشروع الألف إبداع، بدأنا نحن فعلا بطباعة مجموعة من الكتب، طبعا بعد ما تم اختيار شريحة كبيرة من المؤلفين والكتاب الإماراتيين والغير إماراتيين، الكل طبعا يساهم في هذا المجال. نحن طبعا ما نقول في الكتاب أن هذا الكتاب يتحدث عن التسامح بشكل مباشر، لا، في منها روايات وفي منها قصص للأطفال. إلى الآن طبعنا ما يقارب 25 قصة أطفال، من كل قصة يعني آلاف النسخ، ويعني بدأنا قبل فترة بتوزيع يعني النسخ الورقية المطبوعة بشكل مجاني على أولادنا، فقط لأن جائحة كورونا والخوف من موضوع التعقيم توقفنا، لكن هذه الكتب يعني وفرناها في أكثر من منصة إلكترونية بالمجان لأولادنا خلال فترة كورونا، يعني خلال فترة الحجر في العام الماضي في يعني ملتقيات مختلفة. ونشتغل على أكثر من جانب، لأن القراءة مش فقط نرجع نقول هي القراءة الورقية أو الكتاب المطبوع، لا، القراءة نرجع نقول قد تكون قراءات معينة فعلا. من خلال محاضرات وندوات موجودة في على قنواتنا في اليوتيوب أو يعني غيرها من المنتديات، يعني نتحدث عنها دائما. نحن نشكركم جزيل الشكر أستاذ ياسر القرقاوي على جهودكم وعلى مبادراتكم الخاصة بنشر ثقافة الثقافة بين الناس، ونشر يعني تعزيز قيمة القراءة ما بين أفراد المجتمع، وقواكم الله. الله يقويك إن شاء الله ويطول في عمرك. ونحن الآن خلال هذا الشهر أيضا، إذا تسمحي لي أختم بهذه الكلمة، نقوم بعدة محاضرات وندوات نتحدث فيها عن أهمية أو يعني نوجه يعني إلى القراءة، لأن القراءة دائما طبعا تعرف الشعوب ببعضها البعض. هذه الندوات تكون في خلال الفترة الصباحية للمؤسسات الحكومية سواء المحلية أو الاتحادية. جميل. ونشكركم حقيقة، أشكرك لهذه الاستضافة أستاذة سماح. بالعكس، هذا واجبنا، نحن شاكرين لكم جزيل الشكر تواصلكم ويانا وإعلامنا بمستجداتكم في شهر القراءة، وقواكم الله. أستاذ ياسر القرقاوي مدير إدارة البرامج والشركات بمكتب وزير التسامح، شكرا جزيلا لك. كل الشكر سيدنا في معنى الله.